السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤية خاتم ذهب في المنام للحامل. قال معظم علماء التفسير عن خاتم الذهب في المنام للحامل إن كلمة الذهب في حد ذاتها لا تنبئ بالخير بلا جاءت من الذهاب والزوال، فقد تعبر عن فقدان شخص عزيز عليها، وهي الآن تنتظر أعز إنسان لها في الحياة وهو جنينها الذي يسكن أحشائها الآن، والذي تخشى أن يتعرض لخطر لا قدر الله. لذلك عليها أن تعتني بصحتها بقدر ما تستطاع، وإذا كانت تلك هدية لزوجها لها وأهدى لها خاتم ذهب ولم يلبسها إياه، فقد تكون نذير شؤم على العلاقة بينهم، وإنها سمة امرأة أخرى في حياته، وهذا الحلم بمثابة الإنذار لها بأنها تحاول المحافظة على زوجها وأن تهتم به بالشكل الذي يجعله لا يحتاج لامرأة أخرى. أما في حالة لو قام هو بتلبسها الخاتم الذهب، فهو دليل قطع على أن شكوكها التي تعكر صفو حياتها معه لا أساس لها من الصحة، ولو كانت نتيجة وشاية أو شك في أحد معارفها، عليها أن تحذر هذه الشخص التي تستهدف تخريب حياتها مع زوجها ليس أكثر. وأيضا حلم خاتم ذهب للحامل لابن سيرين. قال ابن سيرين إن الخاتم الذي تراه المرأة الحامل قد يعبر عن مولودها القادم، فإذا كان لازال جديدا فهي بشرى خير بتخطي فترة الحمل بسلام والحصول على مولود جميل وسليم ومعافى. أما لو كان قديما تتراكم عليه الأتربة، فقد يشير إلى توتر حياتها الزوجية التي كانت تحسد عليها من قبل، ولكن قد اختلف كثيرا عن السابق، فأصبح كل من الزوجين يتصايد الأخطاء الآخر، ولكن بإزالتها لهذه الأتربة عن الخاتم الذهب فهي تستعيد روقان الحياة الجميلة التي عاشتها مع زوجها. هدية الرجل لزوجته الحامل بالخاتم المصنوع من الذهب وفي فصوص بيضاء تشير إلى مدى التفاهم التي يجمع بينهم، وإن الطفل القادم سيحمل الكثير من صفات الأب، سواء الصفات الطيبة التي يتصف بها أو مواصفات الشكل والهيبة التي يجعل يشبه الأب تماما. وتفسير أيضا لبس خاتم ذهب للحامل، إذا رأت الحامل أنها تلبس هذا الخاتم وكانت تتمنى أن تنجب ولد، فإن رؤيتها سوف تتحقق ويكون لها ابن بار بها، ويكون أيضا مصدر للسعادة لكل أفراد الأسرة. إذا كان القلق والتوتر سيطران عليها تجاه طفلها وبعض الأفكار السلبية التي تتعلق باحتمالية حرمانها من الطفل الذي تتمنى لفترة طويلة، فإن ارتداها الخاتم المصنوع من الذهب الأبيض على وجه الخصوص يشير إلى ولادتها السهلة والطبيعية دون أي مشاكل، ومن ثم تكون صحة المولود على خير ما يرام. وأيضا اليد اليمنى تعبر عن الخير الذي في طريقها إلى الحامل، وإن هناك بعض التغيرات الإيجابية التي تضطر في حياتها، وتشير رؤية أيضا إلى الخيرات التي تكون بها المرأة. وأيضا ضياع الخاتم الذهب في منام الحامل، إذا كانت الحالمة مرتبطة بأحد صديقتها دون الآخرين وتعتبرها من أخلص الأصدقاء وأوفائهم لها، حتى أنها تلازمها في معظم أوقات حياتها وبالأخص في فترة الحمل الأخيرة، وقد رأت ضياع خاتمها، فقد تعبر عن رؤيتها على وقوع خلاف بينها وبين هذه الصديقة، وقد يؤدي للقطيعة بينهم. أما لو رأت أنها تبحث عنه وتجتهد في البحث حتى تجده في النهاية، فهي بشرى لها برجوع الأمور إلى ما كانت عليه من قبل بين الصديقتين، وسوف تشعر بالسعادة البالغة لعودة الوفاء بينهم. أيضا شراء الخاتم الذهب للحامل، عندما تذهب الحامل بمفردها لشراء الخاتم وتختار واحد ولكنه في النهاية يكون ضيق على أصبعها، يشير ذلك إلى رضائها بحياتها مع الزوج رغم قلة المال، ورغم أنها لم تعتاد على تلك الحياة البسيطة، ولكنها من منطق حبها لها تكون قادرة على التكيف مع حياتها الجديدة ومساندته للتطوع من ذاته والعمل على تحسين الحياة والمعيشة. ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية الخاتم الذهب في منام الحامل. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من تفسير الأحلام.